يمثلوا الجيد من الخير. الخنزير الخنزير فقه في اللغة، الخنزير فقه في اللغة، الخنزير كل الشعب القبيلة العظيمة. أيضا هذا في التفقه في اللغة، الشعب القبيلة العظيمة. إيش اسم الكتاب؟ التفقه في اللغة للتقفية. قيل هو القبيلة الأسير، تفتح من كتب الفقه كل ذلك. الأشعرية الخير الذي عندهم هم عالة فيه على مشايخنا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. توكلنا على الله. شوف أولا الكتاب اسمه التقفية في اللغة، وهذا الاسم أصلا يعني محقق الكتاب تكلم عن سبب تسميته بهذا الاسم عدة صفحات، لكن لأنك أنت لم تقرأ لا مقدمة الكتاب ولا خاتمته ولا ما هو موضوع الكتاب ولا سبب، قال هو اسمه التفقه في اللغة، اسمه التقفية لأنه هذا مؤلفه هكذا قال عنه. ونظرنا في نهاية، وهذا معمول على القوافي، الأخذ بأواخر الكلمات، آخر البيت ماذا يسمى قافية، وهذا أيضا معمول على من المعاجم التي تأخذ بأواخر الكلمات. هذا عمله صاحبه قبل كتاب الجوهري، الصياح للجوهري، كان يعتقد أن الصياح للجوهري أول يعني هو ابتكر هذه الطريقة، النظر إلى أواخر الكلمات. لا، وإذ هذا البندنيجي، هذا أبو بشر، هو الذي إيش سبقه إلى هذا، هو الذي ابتدع هذه الطريقة، يعني الأخذ بآخر ترتيب حروف ترتيب كلمات المعجم بحسب إيش النظر إلى أواخرها. هو يقول أصلا في كتابه: ونظرنا في نهاية الكلام فجمعنا إلى كل كلمة ما يشاكلها ما نهايتها كنهاية الأول قبلها من حروف، فإذا جاء ما يحتاج إلى معرفتها من الكتاب نظرت إلى آخره ما هو من هذه الحروف فطلبته في ذلك الباب الذي هي فيه، فإنه يسهل معرفته. وطبعا في كلام طويل هنا حول هذا الموضوع، يعني هو مثلا جمع مثلا هو لم يعني هو يتتبع فقط هو التقفية، يعني ولا تقف ما ليس بعلم، يعني لا تتبع، هنا تقفية يعني تتبع أواخر إيش الكلمات ورتبها، ولم يفعل هذا فحسب، يعني ترتيبه ليس معتمدا على هذا على أواخر الكلمات، بل هو إيش صار مثلا هو لأنه هو قال وما شاكلها، مثلا هي متحركة الوسط والتي تنتهي بنفس الحرف جعلها في باب واحد، مثلا الزرع، الطبع، الفرع، الضرع، مثلا متحركة الوسط أيضا جمع الهزع، القرع، الشرع، مثلا التي على وزن فعيل، الربيع، الجميع، السريع، السميع، وهكذا. فإذا أنت ما تعرف إيش ليش عمل هذا، طالما لا تعرف هذا المنهج اللي صار عليه أكيد ستخطئ في قراءتي، تقول التهم وهذا من المناسبة هو الشموسي نفسه اللي طلع وشنع الشيخ عبد القادر لماذا أخطأ في كلمة طبرزت، بدل يقول طبرزت قال طروزة، مع أنه هذا اسم عجمي يخبص فيه كما تشاء كما واحد وجهين، يعني في قراءة الأحرف العجمية ماذا عملنا عليها يعني هذه الجلسة. فشوف شوف كيف هلا هنا ما راح نوقف كتير أكثر من هيك، لكن هون الفضيحة بقى الثاني هون إنه هذا الصاحب التقفية هو أخذ كتابه أصلا عن شيخه اللي هو ابن السكيت، اللي هو كتاب إصلاح المنطق لابن السكيت، اللي هو الشموسي هنا يشنع على ابن بطال لأنه نقل معلومة واحدة عن ابن السكيت، يقول لك هذا الشيعي كيف عم ينقل عنه. وإذ هذا الكتاب الذي جعله ابن شمس اللي هو البندنيجي، كتاب البندنيجي التقفية في اللغة اللي هو قرأها الفقه أو التفقيه في اللغة، يقول لك الشموسي يقول لك هذا من مشايخنا من أهل السنة، هو نفسه هذا البندنيجي
اللي اعتبره الشاموس من أهل السنة أخذ كتابه عن كتاب ابن عن شيخه اللي هو ابن السكين، عن كتاب شيخه اللي هو ابن اللي هو مصلاح المنطق. وأنا لما قارنت بين الكتابين وجدت التشابه كثير جدا، يعني بس التشابه في قضية شروح الأحاديث أو شروح غريب الحديث الذي موجود في كتاب التقفية وفي كتاب الإيش في كتاب الإصلاح كتاب إصلاح المنطق. مثلا أنا أسرد لكم بعض الأمثلة، مثلا هو نقل عنه طبعا بدون أن يعزو له، البندنيجي ينقل عن ابن السكين بدون أن يعزو عنه، نقل عنه مثلا الغريب في حديث أنا فرطكم على الحوض، في حديث صلينا مع رسول الله حتى خفنا أن يفوتنا الفلح يعني السحور، نهى عن حلوان الكاهن، قال الحلوان هو العطية والرشوة، هذه كلها ذكرها ابن السكيت ونقلها عنه أيضا من البندنيجي. أيضا يخرج من النار رجل قد ذهب حبره وسبره أو يعني هيئته، الحبر والسبر الهيئة يعني، كل ينقله مع شرحه، وتجد الكلام نفسه الموجود في هذا الكتاب البندنيجي موجود أيضا في إصلاح المنطق. وأمور أخرى ليست من غريب الحديث، مثلا هذه مثلا اللي هي إيش، هذه شبعة الإبل من ضم من من ضمر الأرض، الضمر اللي هو إيش رطب الشجر ويابسه. الفضيحة الثانية بقى الأزهري صاحب كتاب تهذيب اللغة الذي اعتبره الشموسي أنه من أهل السنة، وأنه هذا كتابه من عنده من بنادي أفكاري، ينقل عن ابن السكيت في 1460 موضع. لما ابن بطال نقل عنه موضع أو موضعين عن أبي عبيد، قال شوف حشى كتابه ابن بطال الأشعري، حشى كتابه من أبي عبيدة، هنا هو اللي نقل مرتين أو ثلاث، يعني هذا الأمور اللي استشهد فيها. طبعا نقل أكثر من ذلك ابن بطال، بس ينقل مع العزو، لكن هون الأزهري نقل عن ابن السكيت الشيء 1460 مرة، وما اعتبر الشموسي ما اعتبر الأزهري أنه هذا سرق كتابه من ابن السكيت. فتأمل يرعاك الله. وأنا هنا أذكر معلومة أخرى سبيل قضية السرقة من الكتب والاعتماد عليها وكذا، بقول لك إحنا مانا مضطرين نعتمد، الشموسي يقول لك إحنا مانا مضطرين نعتمد على شروح النووي بن حجر والسيوطي والقرطبي وكذا، مانا معتمد، مانا لسنا مجبورين يعني أو لسنا مضطرين نعتمد على شروح. بينما شيوخ الوهابية الذين كتبوا في شروح الصحاح صحيح البخاري ومسلم مثل الأثيوبي هذا لما شرح الكتاب الصحيح صحيح مسلم في كتاب يسمى البحر الثجاج، نقل فقط عن 50 من الأشاعرة، ما أذكر لك النقولات عن الأشاعر الآخرين، عن النووي والقرطبي وابن حجر والسيوطي والخطابي، نقل عنهم كم مرة في كتاب واحد بس البحر الثجاج 7690 مرة، يعني لا تكاد تخلو صفحة من كتابي من النقل عنه. ما هو كل شوي ولا قال النووي قال القرطبي، هذول خمسة بس، وطبعا نقل عن أشاعرة آخرين بس هذول خمسة على الأقل يعني. أخيرا هذا كتاب التقفي هذا اللي تعب تقول من أهل السنة صاحبه وكذا وإلى آخره، هذا مجهول الناسخ، هو أقدم نسخة وجدت له منسوخة سنة 571 للهجري، ونسخها واحد مجهول، وانت عندك المجهول لا يحتج به، وانه النصارى كتبها مجاهيل ليس ككتبنا، فكيف اعتبرت انه هذا الكتاب من كتب اهل السنة ومعتمد وإلى نوثق لا ما نستطيع. لاحظوا اخواني الكرام، شوف هذا الاثيوبي ينقل فقط، اذا بحثت انت بكتابه هذا البحر السجاج في صحيح مسلم ابن الحجاج، بس انه متى يقول قال القرطبي والنووي الخطابي بن حجر والسيوطي
استنتجت 7,690 نتيجة يعتمد عليهم. طبعا هذا فقط ايش الألباني يعتمد على السيوطي، لكن لاحظ صح كم مرة يذكر 1879 مرة فقط في كتاب وسلسلة الأحاديث الضعيفة. لكن هون أنا فقط أذهب بكم فورا إلى إيش هذا كتاب التقفية باللغة، لماذا سماه بذلك؟ شوف إيش مقدمة طويلة عريضة، لاحظ هون إنه نظرنا في نهاية الكلام، لاحظ إنه أخذنا بأواخر الكلمة تقرأ هذا الكلام. وثم هذا أنا في شغل نسيت أن أذكرها، إنه لاحظ هون النسخة التي وجدت إيش نسخة عام ألف وإيش